ضمن النشاطات الثقافية والأدبية، ضيف قصر الثقافة والفنون في البصرة الشاعرة والإعلامية السورية الدكتورة لبنى مرتضى بالتعاون مع مؤسسة ثغر الفيحاء للثقافة والإعلام بهدف نقل الثقافات بين الدول. قصر الثقافة والفنون في البصرة بالتعاون مع مؤسسة ثغر الفيحاء للثقافة والإعلام الإعلامية السورية لبنى مرتضى للحديث عن تجربته في مجال الإعلام، وهذه حقيقة نقلة نوعية في مجال يعني الأنشطة والفعاليات التي يقيمها قصر الثقافة والفنون في البصرة، استضافة يعني إعلاميين وشخصيات أدبية وثقافية من خارج العراق، يعتبر يعني نقلة نوعية في الأنشطة التي اعتاد عليها قصر الثقافة والفنون في البصرة. تستضيف مؤسسة ثغر الفيحاء للثقافة والإعلام بالتعاون مع دار الأدب البصري وقصر الثقافة والفنون في البصرة الإعلامية السورية الدكتورة لبنى مرتضى، وذلك بعد زيارتها للعراق. هكذا جلسات مهمة جدا لتبني أسر التعاون ما بين البلدين، وأيضا تعرف البلدان الأخرى على ثقافة البصرة وحضارتها وأدبها، وبحضور نخبة من مثقفي وأدباء البصرة والمهتمين بالشأن. الشاعرة والإعلامية السورية الدكتورة لبنى مرتضى رحبت بهذه الدعوة وألقت محاضرة تحت عنوان مهنية الإعلام، مؤكدة على أهمية الزيارة إلى البصرة للإطلاع على الأماكن الثقافية والتراثية في المدينة، وعند العودة إلى سوريا سيكون توثيق هذه الزيارة بأفضل صورة. أنا بشكر هاي الدعوة العظيمة اللي أنا حظيت فيها، وهي دعوتي لقصر الثقافة، هذا القصر اللي هو كان أساس الثقافة الموجودة في البصرة. بداية الأمر سأتحدث أيضا عن الجلسة المقامة حاليا، وهي التي تحمل عنوان مهنية الإعلام. مهنية الإعلام، الإعلام بالصورة الخاصة، هو إعلام علينا أن يكون محدد في شخصية معينة. زيارتي للبصرة هذه هي الأولى، وسأستثمرها أيضا في زيارة بعض المواقع في البصرة وبعض الأماكن الأثرية وبعض الأماكن المهمة، ومن ثم عند عودة إلى سوريا سيكون هناك توثيق تام لهذه الزيارة في الكتابة والصورة. مشاركون في هذه الجلسة أكدوا على ضرورة التواصل الثقافي بين الدول العربية من أجل الاطلاع على الثقافة والشعر والأدب وغيرها من المواضيع التي ينعكس من خلالها عمق العلاقات بين الدول واستثمارها ثقافيا. طبعا ضروري جدا انه هذا التواصل بين مختلف الدول العربية للاطلاع على الثقافات بين وعلى الحالة الأدبية، يعني كيف وين وصلت. يعني احنا بيننا وبين سوريا بالذات تقارب كثير ونفهم بعضنا اكثر. يعني انا جربت رحت لمصر ما كان نفس الشيء. بيننا وبين سوريا تقارب كبير من ناحية الثقافة، من ناحية الرواية والقصة والنقد والشعر وأي كل مجالات الأدب. وبالنسبة لنا وجود الست لبنى اليوم يعني حالة مميزة. لقناة سامراء الفضائية، ماجد الصقر، مدينة البصرة.